شيخنا الكريم أحمد خليل من كلار. من كلار، ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، علما أنني في العمرة الثانية أحرم من ذي الحليفة؟ إذن ليس سفرا واحدا هذا، بل أنشأ سفرا ثانيا. يعني مثلا على سبيل المثال، من يسافر من السليمانية إلى جدة وهو قد أحرم داخل الطائرة من فوق المدينة، أحرم بالعمرة ونزل بجدة، مطار جدة، وثم ذهب إلى مكة وأدى العمرة، نعم، ثم يسافر إلى المدينة ويرجع من المدينة ويعتمر عمرة ثانية، يجوز له ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك.